تصور حاجه صعبه قوي يعني، حاجه ان 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 الجماهير تتحرك بتنوعها الواسع وتحقق فعلا تحول نحو ديمقراطيه حقيقيه، نحو عداله اجتماعيه، ونحو حريه ومساواه حقيقيه ما بين الناس، حاجه صعبه قوي. وده اللي احنا بنتعلمه في الثلاث سنين اللي فاتوا. بس لو بصينا للتاريخ هنعرف انها دايما حاجه صعبه قوي، بتاخد سنين، وحاجه تتعلق بمعارك مش بس على مستوى الشارع او على مستوى المصنع، معارك على مستوى الثقافه وعلى مستوى الوعي وعلى مستوى على كافه المستويات. محتاجه تحول نوعي في الوعي، وعي قطاع واسع قوي من الجماهير عشان يقدر يشد بقيه الجماهير معاه ويخلق مجتمع فعلا الناس قابله فيه بعض كناس متساويين في الحقوق وفي الواجبات وفي كل ده. ويمكن القضيه القبطيه قضيه زي ترمومتر كده، قد ايه نجاح او فشل الثوره او الثوره المضاده. في النهايه ده كان مشهد رئيسي لل 18 يوم اللي خلقوا موجه من الامل في العالم كله مش بس في مصر، انه ينفع بشكل جذري الناس تتغير، الناس تتعامل مع بعض بشكل مختلف نوعيا. ده ممكن الحاله الثوريه، اللحظه الثوريه بتخلق دي. بس اللحظه الثوريه مش بتفضل ثابته على طول، لما تبقى في وسط مئات الالاف وقادر انك توقف البلطجيه وقادر انك توقف الشرطه، ده احساس بالثقه واحساس بالتضامن ما بين الناس. فالراجل يبطل يبص للست بطريقه سيئه، والمسيحي والمسلم بيتعامل مع بعض كمساويين، وكل الامور اللي احنا شفناها مش بنخرف، ده حاجه حصلت فعلا. بس لما الناس بترجع لبيوتها وبترجع لقراها وبترجع للمجتمع، لسه في ثقافه مهيمنه وافكار مهيمنه، ولسه الناس المتحكمه في الاعلام والمتحكمه في الاجهزه الدينيه المختلفه والمؤسسات الدينيه المختلفه، لسه الناس اللي مالكه الوسائل دي كلها لسه في مكانها. ودي يمكن مشكله الثوره المصريه، احنا قطعنا بقصد مبارك كرمز، بس مؤسسات الدولة بتاعت مبارك فضلت كما هي، لم تتغير على يمكن من الحاجات الإيجابية جدا اللي حصلت في الثورة، يعني طبعا لما نرجع لدولة مبارك وموضوع الطائفية، طبعا طول الوقت كان بيستخدم فكرة إنه الإخوان والسلفيين هيقضوا على المسيحيين لو جم الحكم، أنا بحميكم، أنا دولة مبارك بحمي المسيحيين من الخطر الرهيب. طبعا فترة حسني مبارك هي أكثر فترة حصل فيها تمييز واضطهاد وهجوم على المسيحيين، مش صحيح على الإطلاق، لا حمى المسيحيين ولا حقق لهم أي حاجة من مطالبهم. وطول الوقت انا موافق الزميل تماما بفكره ان هو كان بيشتغل بمنطق الطوائف او المله، اللي هو كل مله خصوصا اكبرهم الاقباط الاورثوذكس ليها رئيس، ليها مؤسسه، والمؤسسه دي ليها رئيس، وهو بيتعامل مع الطائفه دي كلها، مع المله دي كلها من خلال الرئيس، الرئيس ده يبقى ممثل. وطبعا ده كان بيخلق تشويه ضخم جدا في وعي قطاعات حتى من المسلمين، لان هو بيعتبر ان كل حاجه يقولها البابا شنوك او البابا تواجدوس ده تعبير مباشر عن كل واحد مسيحي. فيبقى لو التواجدوس بيأيد السيسي والانقلاب، يبقى ده اكيد كل المسيحيين كده، يبقى جاري المسيحي انا اروح احرق بيته دلوقتي لانه بيأيد الـ ده حاجه اتسيدت عبر عقود من التعامل بالطريقه دي مع الكنيسه. الكنيسه كوسيط ما بين الحاكم، ما بين السلطه، وما بين الطائفه بالمعنى حتى القديم قوي للكلمه، معنى العثماني، منطق عثماني. طبعا المنطق العثماني ده اللي هو بيقسم الناس لملل وطوائف بيحصل فيه مشكله كبيره جدا مع تطور الراسماليه. ليه؟ لانه سهل قوي لو انت عارف ان في قرى مسيحيه ومناطق مسيحيه وانت عارف هما فين وبتاع، وليهم كنايسهم، عدد معين من الكنايس متوزعين بشكل معين تقدر تحافظ عليهم.
لما يبتدي يحصل تطور رأسمالي بيخلق مدن كبيرة الناس بتتدفق فيها على المدن، مسيحيين ومسلمين، بتخلق مناطق عشوائية ضخمة جدا، وابتدي يبقى فيه مشكلة. الطريقة القديمة مش نافعة، في مشكلة يعني. عشان كده موضوع الشكل، المشكلة الرمزية بتاعت بناء الكنائس ليها علاقة بالموضوع ده، انه الشكل الديموغرافي بيتغير مع تطور المدن. مئات الالاف من المسيحيين بيلاقوا نفسهم في مناطق معينه جديده انتقلوا اليها، مش عارفين، ما فيش كنيسه، ما فيش كنيسه، يعني ما فيش كل الخدمات اللي ليها علاقه بالكنيسه، يعني ما فيش حتى غير موضوع حق ممارسه الشعائر الدينيه، لا لا لا، من غير حاجه، انت عميت الجنازات، الجوازات، كل حاجه، المستشفى والمدرسه كل حاجه. فده بيخلق ضغط جامد جدا انه يتوجد اماكن الدوله تبتدي تلعب على الموضوع ده. في وهم في مصر انه في حاجه اسمها دوله مدنيه. الدوله في مصر عمرها ما كانت مدنيه، لا في اي وقت، بما في وقت عبد الناصر، بما في العصر اللي بيسموه ليبرالي ومش ليبرالي بتاع الملك ومش عارف ايه، الملك اللي كان عايز يبقى خليفه المسلمين، ما كانش فيه. الدوله المصريه دوله طائفيه عبر المراحل المختلفه، وتوطدت الطائفيه في عصر مبارك. مبارك كان ضد الاخوان، بس مبارك كان بينافس الاخوان في طائفيته. مبارك هو اللي سمح للتلفزيونات السلفيه انها تفتح سنه 2006، النور والمش واللي هي كان تركيزها تقريبا 90% من تركيزها الهجوم على المسيحيين، التحريض على المسيحيين من 2006 لغايه ما اتقفلت، وهي ده شغلها. دول ما كانوش اخوان، دول كانوا سلفيين بفلوس السعوديه، ومبارك هو اللي فتح لهم. فالدوله طائفيه وبتستخدم الطائفية طول الوقت، والطائفية سلاح ممتاز، لأنه لو الجماهير اتجمعوا ضد الحاكم، ضد حكم الدولة الرأسمالية أو الدولة الرئيسية، أفضل طريقة تقسم الناس هي على أساس الدين. فهي جزء أساسي من في أسباب ثقافية وليها علاقة بتطور الرأسمالية بتسهل انه يبقى فيه قضيه طائفيه. الثوره ادت امل في كذا مشهد، مش بس المشاهد، مشاركه المسيحيين مع المسلمين في بدايات الثوره، كمان خروج المسيحيين بره اسوار الكنائس. المسيحيين ابتدوا يشوفوا نفسهم كمواطنين، كجزء من الثوره، كزوار، مش كمسيحيين جوه اسوار الكنيسه. ويمكن ده اكتر حاجه ازعجت المجلس العسكري، لانه المجلس العسكري في النهايه كان عايز يكمل بنفس المنطق، عايز بابا يتعامل معاه. لما يلاقي عشرات الالاف من المسيحيين فجاه صدقوا نفسهم انهم مواطنين زي بقيه المواطنين، فلا كده مش هنعرف نشتغل، كده مش هنعرف نشتغل. وده منطق المذبحه بتاعت ماسبيرو، وده منطق التحريض المباشر في التلفزيون المصري للواءات الجيش المصري ضد المسيحيين. في مشهد عشان الثوره المضاده ما ابتدتش مع السيسي، الثوره المضاده ابتدت بدري، كان ليها بروفات كتير. يمكن اوسخ مشاهد او اوسخ بروفه للبروفات الثوره المضاده كان الليله السوداء دي بتاعت ماسبيرو، بكل مش بس على الارض اللي بيحصل، الناس كانت بتتقتل، لا، التحريض غير الطبيعي، غير الطبيعي. وهنا يعني وده المجلس العسكري، لا الاخوان ولا السلفيين ولا حد متاثر بالاخوان ولا حد في المجلس العسكري متدين، لا 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 لا، دي سياسه واضحه المعالم، عايز يوصل رساله. انا طائفتي زي الثاني ده بالظبط، انا هستخدم السلاح ده طول الوقت ومش هيبطلوا يستخدموه. عشان كده شويه الماساه اللي حصلت دلوقتي، انه ايه اللي حصل؟ مش الـ 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 يعني انا من عيله مسيحيه، وتعجبت جدا. كان في حد من الاسره مؤيد السيسي، تأييد يعني عنيف. فبسأله انت مش فاكر مسيرته؟ يعني قال لي لا، الاخوان هم اللي عملوا كده.
الابتداع يا اخوان سرقوا المدرعات والمدرعات وهم اللي قتلوا حالا من ودي ناس متعلمه وكل حاجه مفيش يعني مفيش اي يعني وكانت موجوده وشافت المشاهد مش الحاصل ليه لانه ودي حاجه عملها جهاز المخابرات والعسكر بشكل ذكي يعني الكنائس اللي اتحرقت بعد ما مرسي اتشال السهوله اللي اتحرقت بيها مذهله دي حاجه غريبه جدا انه العدد الضخم ده من الكنائس يتحرق ويتنهب طب فين العسكري يا مدير مفيش ودي علامه مهمه جدا للنظام الجديد عامل ازاي ليه الحكم العسكري الجديد ده مش هيحمي الاقباط دوله مبارك عمرها ما حمت الاقباط العسكر عمرهم ما حموا الاقباط كل اللي عملوه في الاقباط اللي قتلوه في الـ في الـ في الـ في الشوارع والسيسي زي مبارك بالظبط هيتنافس مع الاخوان على الطائفيه وعلى التطرف الديني كمان يعني في معلومه حوالين لجنه الخمسين بتاعه الدستور حاولوا يمرروا فكرة ان مصر دولة مدنية اللي رفض السيسي دي معلومات اكيدة ليه رفض السيسي؟ هل لان هو راجل متدين؟ طبعا لا هو مش بني ادم اصلا بس هو في دماغه خطة محددة هو مش عايز يبان كأنه هو ضد الاسلام وده دايما اللي كان بيخلي الدول المصرية المتتالية الحكومات المصريه المتتاليه انها تتمسك بفكره ان هي لا احنا المسلمين بقى اللي كده لا انتوا بتنتقد الاقباط هنشوف هنولع هنعمل ايه في الاقباط يعني ايه عايز يكسب الاقباط لصفه تحضيرا للانتخابات بالمناسبه الجيش هو اللي بيصلح الكنائس كلها مش الحكومه الجيش ليه يا ترى؟ حاجه غريبه جدا المخابرات والجيش هي اللي قررت انها تدخل ورساله للكنيسه طول الوقت بتقول للكنيسة احنا اللي هنحن في مقابل كل حاجة من دي ليها مقابل المقابل احنا في الانتخابات طبعا مفهوم تماما بالنسبة للشاب المسيحي يبقى مخاوفه من الحركة الإسلامية والحركة السلفية والحكومة تزقه في أحضان الدقل نمرة واحد أحضان الكنيسة تاني يعني يرجع لأسوار الكنيسة تاني ونمرة اثنين احضان الدولة مع انه دي اكتر حاجة هتزود الطائفية على المدى الطويل مشكلة مش طبعا مش للمسيحيين بس كل للحركة الثورية عموما وللجماهير انه فكرة امكانية بناء بديل ثالث تبدو مستحيل وهنا المشكلة الحقيقية انه لو الواحد ما قايدش السيسي والناس بتاعته يبقى بالضروره هيلاقي نفسه في خلفه الاخوان على نفس الطرق على نفس الناحيه من المدارس مع الاخوان لو الواحد فتح بقه ضد السيسي قال اي كلمه ضد السيسي بيتحط على طول يعني احنا التشرفيين سويين طول الوقت بنوصف ان احنا طابور خامس على ان احنا خلايا نايمه بتاعت اخوان المسلمين ليه؟ لانه بنعارض الحكم العسكري وعارضنا المجلس العسكري قبل كده وعارضنا مرسي في نفس الوقت طول حكم مرسي ده كله بيتنسي في اللحظه دي، اللحظه دي لحظه اصطفاف يا اما هنا يا اما هنا وطبعا لما النوع ده من الضغط يتحط على شاب او شابه مسيحيه طبيعي انه ما قدموش اي اختيار غير انه يختار الناحيه الثانيه والوضع الكارثي ده مش ممكن يتحل غير فعلا ببناء بديل ثالث مقنع بديل ثالث معادي للحكم العسكري بديل ثالث عايز يكمل الثوره المصريه لقدام عايز يحقق لسه عنده امل في تحقيق مطالب الثوره المصريه بس ما بيبطلش نهض الاخوان المسلمين والسلفيين ما بيبطلش الوقوف ضد طائفيتهم وضد رجعيتهم وضد تجربتهم الفاشله في الحرب طرف
بناء بديل قوي ثالث اكثر جذريه في موقفه من العسكر. يعني ما تنسوش الاخوان دول كانوا اكثر ناس في حكم العسكر. احنا وقت ما سبيرو شوفوا البيان اللي طلعوه الاخوان وقت ما سبيرو ما كانش المفروض الناس تتظاهر، كان المفروض الناس تصبر. انتوا غلط وقت مجلس الوزراء البيان اللي وقع عليه وسائل الاحزاب في مع سامع نان بيدعم الجيش المتظاهرين اللي الاخوان خدوا موقف في صف الجيش لفتره طويله جدا وعشان كده وصلوا للحكم. هم لما بيقولوش خدوا الموقف ده ما كانوش وصلوا للحكم. احنا عندنا تاريخ، واحنا برضو مش مقصديش الشرقيين ثوريين، الحركه الثوريه المصريه عندها تاريخ يشهد ليها انها عمرها ما وقفت مع العسكر. العكس، احنا المعارضه الحقيقيه مش الاخوان. بس لغايه ما نقدر نطور الكلام ده لحاجه على الارض، لبديل حقيقي ثوري على الارض مقنع للجماهير، ما ينفعش ان احنا مجرد نحبط ونقول يا ما الناس مش فاهمه او يا ناس. الناس قدامها ايه؟ الاختيارات مش موجوده، مفيش فين الاختيارات؟ فين الاختيارات؟ السؤال اللي دايما بيتسال، طب انت عايز مين؟ طب انت مش عايز السيسي ومش عايز الاخوان، مين؟ اقترح مين؟ عايزين شكل، عايزين بني ادم، عايزين بيبقوا عايزين رمز، عايزين حاجه وطبعا لان كل الرموز اللي كانت واقفه في صف الثور باعت وراحت للعسكر ما بقاش في رموز، احنا في ازمه حقيقيه، ازمه تتطلب. وانا في رايي ان الخطوه بتاعت جبهه طريق الثوره خطوه على الاقل خطوه ايجابيه في طريق محاولة منع الفراغ السياسي اللي موجود في الساحة. انه احنا شعارنا الرئيسي وده اللي لازم نكسب عليه مسيحيين ومسلمين وستات ورجالة، يسقط حكم العسكر لا لعودة الاخوان لا لعودة الفلوس. ده المعادلة الوحيدة اللي ينفع نتحرك فيها لقدام كقوة معارضة بتعبر فعلا عن طريق الثوره. عايز اقول حاجه بس اخيره على موضوع انه في ازمه ثقافيه متراكمه في المجتمع المصري، ازمه في موضوع الاباط وطبعا في موضوع المراه لدرجه لا تقل. الازمه دي مش ممكن تتحل غير بثوره ثقافيه، بس ثوره ثقافيه تستلزم انه قوه ثوريه تبقى في الحكم، لانه مين اللي ماسك الاعلام؟ هتعمل ثوره ثقافيه في ايه؟ وانت الجامعات في ايد الفلوس، كل الاعلام كل الصحافه في ايد الفلوس، نعم؟ الاعلام في ايد الجيش لغايه ما نستولى على القدره دي على لغايه ما نقدر نخلص من وجود الفلوس في الطبق، وجود العسكر في الطبق، ونخلق حكم ديمقراطي ثوري قادر على انه يبتدي يواجه المشاكل دي بجد، هيفضل عندنا مشكله التمييز وهيفضل عندنا مشكله التهابط. شكرا. الزميله قالته يعني اكبر دليل على احتياجنا لثوره ثقافيه، لانه الفكره اقول لك ايه بالظبط اللي انا شايفه غلط. اولا التعميم المخل، ما ينفعش الواحد يعمم على ملايين من البشر، اصل هم بيحبوا كذا، اصل هم ما عملوش كده. هم دي فيها اليساري اليميني الفقير الغني الست الراجل اللي في الريف اللي في المدينه اللي بيشتغل في مصنع اللي بيشتغل موظف. التعميم على كتله زي ما هو غلط اللي احنا نقول ده، بالظبط زي ما الغرب يقول لك اصل المسلمين بيحبوا العنف مثلا. يعني ايه المسلمين؟ 1.5 مليار بني ادم، ما ينفعش التعميم عليهم. الاقباط بيحبوا شفيق كلهم، مش صحيح. ده بالظبط نفس الفكره بتاعت البلتاجي والشاطر اللي ما قال لك انه 70% من اللي قدام الاتحاديه مسيحيين. ايش عرفوا؟ وبالتالي ايش عرفك؟ يعني بمعنى انه الكلام التعميم عن فئه من الشعب بالطريقه دي انا في رايي انه خطير جدا ولازم الواحد يبقى منتبه ليه. كل مره تسمعي تعميم على الناس في امريكا، اصل السود كسلانين،
كانه السود دول المسلمين المسلمين مش عارف ايه اصل اليهود مش عارف ماله. التعميمات عن الطوائف او عن الشكل المعين من الناس او الدين المعين من الناس او بتاع اخطر حاجه في الدنيا. واكتر حاجه الثوره المصريه كسرته في بدايته كسرت التعميمات دي. ما بقاش فيه مسيحي، بقى فيه المسيح الفلول اللي واقف مع الفلول، والمسيح الثوري اللي واقف معانا في الاول، والمسلم الفلول اللي واقف ضدنا مع البلطجيه، والمسلم اللي واقف جنبنا في الثوره. بقى فيه تصنيف تاني للبشر، تصنيف مش مبني على ده ديانته ايه ولا ده لونه ايه ولا ده ست ولا راجل ولا كل الكلام اللي ما بيجيبش غير نتائج سلبيه طبعا. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا موافق مع زميل تماما طبعا، هي لما بقول ثوره ثقافيه ما قصديش بس اللي ممكن يحصل ما بعد الوصول للثوره. بقول في جانبين من الموضوع. اولا حتى الوعي ده وعي متناقض، بمعنى انه انا ممكن ابقى تربيتي كمسلم او كمسيحي ما بحبش الاخر، او عندي اوهام حول المعرفه، او متعبق ضد الاخر، بس دي مش ثقافتي كلها، ده جزء من دماغي. جزء من دماغي ليه علاقه بخبرتي. طب ما انا بشتغل مع المسيح يا طب انا بقى لما يجي اضراب في مصنع مش هقول لا ده مسيح ما تشاركش معاه، العكس انا هبقى عايزه يشارك معايا، والمسيح هيقول انا عايز المسلم يشارك معايا. فخبرات الناس متناقضه، عشان كده مش لازم نحبط، لان يبقى في حاله تبدو زي الحاله دلوقتي مثلا في تأييد السيسي. حاله جنون، حاله تبدو هستيريا، بس هي سطحية، هي حاجة متناقضة، هي حاجة ده اللي ظاهر منها، اللي أعمق منها في انتظار وفي تساؤلات، هو هيعمل إيه؟ هيعملوا حاجة في الاقتصاد ولا لأ؟ الدنيا هتتعدل ولا لأ؟ الأجور هتزيد ولا لأ؟ المشاكل بتاعت البلد هتتحل ولا لأ؟ فالناس ما هياش بالسذاجة دي، إنها نفس الحاجة في موضوع الوعي، في مواضيع زي المسيحيين أو سواء نظرة المسيحيين للمسلمين أو المسلمين للمسيحيين، الطائفية يعني. الوعي الطائفي ده جزء من الوعي. في جزء تاني من الوعي متناقض تماما معاه، جاي من الخبرة المشتركة، جاي من نظرات مشتركة، جاية من حتى مواجهة كوارث طبيعية مع بعض، ناس بتنقذ بعض على إنها بشر، حاجات ليها علاقة بالخبرة البشرية اللي بتعمل. وعشان كده الثوره الثقافيه ممكنه، والا ما كانتش ممكن تتغير، ما كانتش في خبرات حقيقيه عايشه. ومعاك تماما انه مش بس انه بدون مدى يتم من قبل الثوره، الثوره اصلا مش هتتم. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو ما فيش كتله قويه كفايه متماسكه من المسلمين والمسيحيين مع بعض، مناهضين للطائفيه، مناهضين للعنصريه، اصل الثوره مش ممكن تتحقق. من غير الوحدة اللي شفناها في ال 18 يوم بتوع 25 لا يمكن كانت شال مبارك. لو كانوا عرفوا يقسموا ما بين الناس على اساس الدين او على اساس رجالة او ستات او على اساس ده، كانت انهارت الثورة في ال 18 يوم. وده الدرس بقى للسنين اللي جاية، وده نوع من التضامن اللي ما كناش. واول خطوة في التضامن ده انه الزميلة ما تبصليش على اني مسيحي، تبصلي على اني اشتراكي سوي، واني انا ما ابصش على زميله انها مسلمه، ابص عليها انها احنا ثوار مع بعض بنتناقش ازاي هنزق الثوره لقدام. ودي اول خطوه محتاجين نعملها عشان فعلا نتقدم لقدام.